تحية مسائية، أهلا وسهلا لجميع الأستاذات والأساتذة المناضلات والمناضلين. مرحبا بكم جميعا في قناة الثقافة العربية والترجمة مع الحلقة الثانية في إطار دائما التغطية التي تم تخصيصها لفعاليات المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم من ضوئية حلواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جهة الشرق، وذلك يوم السبت 17 فبراير 2024. وهذه الحلقة الثانية أسهم فيها الأخ المناضل أحمد السامري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم. وبعد الترحيب بالحاضرين وتبليغهم تحيات وسلام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، تعرض للنقاط التالية: أين تكمن الحاجة إلى المجالس الجهوية في هذه المرحلة؟ لماذا المغرب في قلب ما يحدث في العالم؟ أزمة الحوار الاجتماعي ماذا عنها؟ النقابة الوطنية للتعليم كدش موقعها من الحراك التعليمي. إذن هذه هي مكونات الحلقة الثانية، فلتتفضلوا بتتبع هذه المواضيع عبر مداخلة سي أحمد السامي. الحاجة إلى هذه المجالس جت من استهلاك أغلبية ديال الزمن في هذا الموسم الدراسي فيما يرتبط بالنقاش حول النظام الدراسي والحوار القطاعي بصفة عامة. وحتى الحياة النقابية تبين بأن مجمل الأقاليم والفروع بحيلة خلات الحياة النقابية العادية وكل شيء رجع لهم يديروا الشاغل هو مواكبة النقاش حول الحوار القطاعي والنظام الأساسي، وخصوصا بعد هذا التفجير ديال الحراك التعليمي ابتداء من 5 أكتوبر 2023. الآن النظام الأساسي وصلنا للمرحلة ديال النهاية، خرج واحد المنتوج اللي تعرض مجلس الحكومة وصدق عليه. كيفاش دابا نضمنوا العودة إلى ممارسة حياتنا النقابية بشكل طبيعي لتأهيل النقابة الوطنية للتعليم للعب أدوار المنتظمة ولمواجهة التحديات اللي كطرحها اللحظة وفي غادي يطرحها المستقبل، لأن التحديات المستقبلية هي تحدية جسيمة. بل هو في حالة التحولات الاعتبارية، الاعتبار الأول هو أن العالم بفعل المفاعيل للعولمة أصبح يعني متشابه، والاعتبار التالي هو أن المغرب مازال في عش التبعية على جميع الأصعدة، التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية، ومازال المهمة ديال التحرير اللي كانت تحطها الحركة الوطنية كأفق مازال المهمة ما تنجزاش، وبالتالي احنا غادي نتأثروا بهذه التحولات بشكل كبير، وللأسف ما غاديش نتأثروا في هذه التحولات نظرا للموقع اللي مازال المغرب يحتاجه. في المغرب أيضا مازال الصبر الاستبداد مازال حاضر بشكل قوي، مازال ما درناش العملية الديمقراطية، مازال ما بنيناش ديمقراطية حقيقية اللي فيها الفصل ديال السلطات، اللي فيها الإرادة الشعبية حاضرة، واللي فيها أيضا الاختيارات الشعبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ونتيجة ديال هذا الاستبداد ونتيجة ديال التبعية مازال ما استطعناش نديرو السيادة الكاملة لا على القرار السياسي ولا على القرار الاقتصادي ولا حتى على القرار الثقافي المرتبط بالدين. ومازال ما استطعناش أيضا نتيجة ديال غياب اقتصاد وطني، مازال ما درناش الأمن بالمفهوم ديالو الشمولي، ماشي الأمن البوليسي الضيق ولكن الأمن الشامل، الأمن السياسي، الأمن الغذائي، الأمن الطاقي، الأمن المائي، كلها أشياء اللي غادي الشعب المغربي
يعاني منها، وخصوصا الآن بدأت البوادر هي المعاناة، غير بفرق هذا الجفاف الذي أصبح بنيويا راه الآن غادي تكون معاناة. وشفتوا الإجراءات التي تم سنها لي بين قوسين الحفاظ على الثروة المائية بعد فوات الأول. الأزمة ديال الحوار الاجتماعي، ظل هذه الأزمة الاجتماعية اللي كيعيشها الشعب المغربي وفي قلبه الطبقة العاملة وعموم الأجوري، مازال كنعيشوا أزمة ديال الحوار الاجتماعي اللي هي مرتبطة بأزمة التنفيذ. حوار اجتماعي في المغرب 96 اللي كان يتم تهيئ ما سمي بحكومه التنوب، ولكن كل الاتفاقات التي تم توقيعها لم تنفذ بالشكل المطلوب، او جزء كبير منها بقي معلقا. من اتفاق ديال 96 الذي لم ينفذ كاملا، وجميع الاتفاقات اللي جات من بعد فيها أزمة ديال التنفيذ. وهذه الأزمة ديال التنفيذ دائما تطرح على الكونفدرالية الديمقراطية الشعوب أنها تكون حاضرة بشكل كبير نضاليا لفرض هذه الاتفاقات، ومباشرة بعد توقيع الاتفاق نكون مضطرين أيضا لمسلسل نضالي آخر من أجل التنفيذ. نناضل من أجل فرض الحوار، ونناضل من أجل تنفيذ ما تم التوصل إليه بسبب الحوار. والمثال لذلك لازال أمامنا هو الاتفاق ديال 30 أبريل اللي هذه سنتين الآن باش تم التوقيع ديالو، ولكن لم شي جهاز نقابي يعمل على إفشال الحراك أو الركوع على الحرب. هاد الحوايج كنا فيها صارمين، وكانت توجيهات واضحة أننا سنكونوا في وسط الحرب، وكان توجيه للمكاتب الإقليمية والجهوية أنها تكون في قلب الحرب، ونحميو الحرب ونوصلوه للأهداف ديالو ونمثلوه على طاولات المفاوضات. هذه هي المنهجية باش اشتغلنا طيلة مدة الحراك إلى حين الوصول إلى لحظة اتفاق ديال 10 دجنبير اللي هو مرتبط بكل ما هو مالي وتسوية الملفات الفئوية على المستوى المالي، والاتفاق أيضا ديال 26 دجنبير اللي كان فيه مكاسب جديدة لنساء ورجال التعليم تنضاف إلى المكاسب الواردة في 14 يناير 2022.